يعطيكم العافية شباب وصبايا طلاب صف الثامن. اليوم حنبلش شرح بشابتر 17 اللي هو راشنال فراكشن. طبعا هيدا الدرس كتير مهم لصف البروفيه، فأتمنى منكم تركزوا منيح وتفهموه مزبوط، لأنه رح يرجع يمرق تقريبا نفسه ذاته في أسئلة حتمرق مثل ما هي سنة الجاية بالامتحان الرسمي. أوكي، خلونا نبلش. أول شيء، شو يعني راشنال فراكشن كتعريف لإلها؟ هي fraction in one variable x is a fractional form in which the numerator and denominator are algebraic expression in x. يعني rational fraction هي fraction بقلب النيميريتر والدينوميناتور لقلبها في بقلبهم x contain x. اوكي، فاذا rational fraction is usually عادة هي عند الفورم px على qx، بحيث ال px وال qx هي algebraic expression اوكي or polynomial، يعني في بقلبهم أكثر من مونوميال. يعني مثلا بنجي بناخذ هيدا الاكزامبل، هون النيميريتر في بقلبه اكس والدينومينيتر كمان في بقلبه اكس، فبنسمي هاي الفراكشن هي راشنال فراكشن. اوكي، وهون في الاكزامبلز العديدين، كل اكزامبل من هود الاربعه هو عباره عن راشنال فراكشن بحيث انه النيميريتر والدينومينيتر كونتين اكس. اوكي، هلا مش ضروري يكون بالنيميريتر والدينومينيتر بنفس الوقت، بكفي يكون يا بالنيميريتور او بالدينومينيتور، وممكن يكون باثنين في في اكس. اوكي، هلا الفاليو اوف ديفينيشن اوف ا راشنال فراكشن، هاي الفكره كتير مهمه. شو بتعني فاليو اوف ديفينيشن اوف ا راشنال فراكشن؟ هاي من المغزى منها انه given a rational fraction x على x plus 1، انتو بتعرفوا انه ممنوع الدينومينيتور لقلب الفراكشن يكون 0، فعشان هيك هون x plus 1 ممنوع تكون 0 لانه ما فيه اقسم على 0. اوكي، فاذا بقلب الفراكشن ممنوع نقسم على 0، فاذا الدينومينيتور ممنوع يكون 0. خلونا نشوف اذا اخذنا x equal minus 1 قديه بصير ال denominator. The denominator becomes 0 and the fraction has no value for x equal minus 1. يعني حطوا محل ال x minus 1، بصير ال denominator minus 1 plus 1 بيطلع 0، فبصير ال denominator 0، فبهالحالة هيدا شيء غلط، فبتصير ال fraction undefined. اوكي، منا معرفة، ماشي؟ فإذا ممنوع تكون ال denominator يكون 0. اوكي، طيب يعني اذا الدينومينيتور ممنوع يكون 0، هيدا الشيء بيعني انه الاكس بلس 1 ديفرنت 0، يعني الاكس بدها تكون ديفرنت ماينس 1. ليه؟ لانه الفاليو الوحيد اللي بيخلي الاكس بلس 1 ايكوال 0 هو فور اكس ايكوال ماينس 1، وباقي الارقام ما بيخلوا الدينومينيتور يصفر. فاذا شو ما حنحط محل الاكس ارقام غير الماينس 1، الدينومينيتور ما بيكون 0. جربوا حطوا 1 بيطلع الجواب 2، جربوا حطوا ماينس 2 محل الاكس بيطلع جواب الدينومينيتور ماينس 1، حطوا 4 بيطلع جواب الدينومينيتور 5 اكسترا. اوكي، فاذا فور اكس ديفرنت ماينس 1 ذا دينومينيتور از نوت 0، فاذا شو ما كانت الاكس ما عدا ماينس 1 ديفرنت، يعني ممنوع تكون بتساوي ماينس 1، فاذا بهالحاله الدينومينيتور ما بيكون 0. فاذا لما تكون الاكس ديفرنت ماينس 1 اند 1 can evaluate the fraction، ماشي؟ We say the fraction is defined for x different minus 1، ماشي؟ فإذا هي defined يعني معرفة، يعني هي موجودة for x different minus 1، فلما بتكون ال x equal minus 1 ما بيمشي الحال. أوكي؟ طيب، فإذا هلا بننتقل لفكرة تانية، طبعا معنا بنفس الفكرة. الفكرة التانية بتقول the domain or value of definition of a rational expression fraction in a variable x is all the value of x which don't make its denominator equal to 0. فإذا الدومين of definition للراشنال expression أو للراشنال fraction هن الأرقام للx اللي ما بيخلوا الدينوميناتور يكون 0. أوكي، فإذا الدومين يعني هو نطاق تعريفها للx أو مجموعة الفاليو اللي بيخلوا الx تكون هي معرفة، بتكون definition، تكون defined، هن الفاليو للاكس اللي ما بيخلوا الدينومينيتور يكون 0.
ماشي؟ طيب لنفهمها أكثر حنشوفها من خلال الـ examples، بس قبل حأحكي بعد هاي الفكرة. We say a rational fraction px على qx is defined or exists. Defined و exists يعني موجودة، محققة، معرفة. بأي حالة لما بيكون الـ denominator different zero، نحن بنعرف إنه ممنوع يكون الـ denominator equal zero. أوكي؟ الـ qx ممنوع تكون صفر. فإذا الشرط اللي لازم نحطه ليكون في عندي domain of definition انه هو تكون الـ qx اللي هي عم تلعب دور الـ denominator انها هي تكون different zero. طيب نيجي نطبق الـ examples. عندي أول rational fraction اللي هي x plus 2 على x minus 3 is defined. أي وين معرفة هي؟ is defined if x minus 3 different zero. فإذا هي معرفة إذا كانت الدينومينيتور هون different zero، ماشي؟ different يعني ممنوع يكون بيساوي zero. طيب بتعامل مع different نفس الشيء مثل ما بنتعامل مع الايكوال، يعني بننقل نون لحال وانون لحال والأرقام بس نقلها من قبل أو لبعد. different بيقلب الساين لإلها، هون بنقل الماينس 3 لبعد الايكوال بتصير بلس 3 والاكس بتضل محلها بتطلع x different 3. يعني ممنوع تكون x 3، يعني هاي الفراكشن هي ديفايند، هي معرفة على كل الأرقام ما عدا على الأكس إيكوال 3. فإذا ممنوع تكون الأكس بتساوي 3. أوكي؟ لأنه إذا حطينا هلا هون محل الأكس 3 قديه بصير الدينومينيتر؟ بصير 3 ماينس 3 إيكوال 0 وبتبطل تمشي الفراكشن لأنه ممنوع نقسم على 0. بينما حطوا حيلا رقم غير ال 3 ما بيطلع الدينومينيتر 0. هلأ تاني وحدة x2 minus 4 على x2 minus 9 كمان بده يكون الدينومينيتر different 0، يعني x2 minus 9 different 0. هاي هون أنا حللها على طريقة محامل عامل فاكتورايز على اعتبار هاي a power 2 minus b power 2، يعني هي عبارة عن a plus b times a minus b different 0. طيب هون بننتبه لمسألة، نحن كنا نقول قبل لما يكون الجواب equal 0 كنا نقول x plus 3 equal 0 or x minus 3 equal 0. هون لا، هون بده يختلف الشغل شوي. هون بدل ما اقول or بدي اقول and، لانه ممنوع يكون الدينومينيتر 0، ممنوع لا هاي تكون 0 ولا هاي تكون 0 بنفس الوقت، فعشان هيك بستخدم and. ماشي؟ هاي النقطة كتير مهمة ننتبه لها، إنه بحالة الفراكشن أنا بحط بحالة الإيكوال بحط أور، بيكفي هاي زيرو أو هاي زيرو، مش ضروري الاثنين بنفس الوقت يكونوا زيرو. بينما بحالة لما بكون أنا عم أجيب الدومين أوف ديفينيشن للراشنال فراكشن بدي أحط أند، لأنه ممنوع تكون هاي زيرو وهاي زيرو بنفس الوقت، لأنه ممنوع الدينومينيتور يكون زيرو. طيب، فإذا هون بصير عندي x بلس 3 ديفرنت زيرو، بنقول 3 لتاني ميل بتصير different minus 3، وتاني شيء x minus 3 different 0 بنقول minus 3 لبعد الـ equal وبتصير 3. فإذا ممنوع الـ x تكون minus 3 وممنوع الـ x تكون 3. ليه؟ لأنه لاحظوا إذا جيت أنا هلا هون حطيت محل الـ x 3 بتصير 3 power 2 minus 9 equal 9 minus 9 equal 0، صار الـ denominator 0، ما بيمشي الحال. إذا رجعت حطيت محل الاكس 3 أو إذا قلنا قبل شوي 3، هل إذا حطيت محل الاكس ماينس 3، ماينس 3 باور 2 بتصير تضل 3 باور 2، يعني بتكون 9 لأنه الماينس بتروح مع الباور لأنه هو ايفن، بتطلع 9 ماينس 9 بتطلع كمان 0. الحالة الثالثة اللي هي ماينس 2 على اكس 2 بلس 1 is defined كمان for every value of x. ليش؟ طيب هون الدينومينيتور هو اكس 2 بلس 1 different 0. اوكي؟ طيب x2 plus 1 الx2 positive وال1 positive، طبعا الx2 positive لانه power even. فاذا شو ما كان الفاليو للx الx2 بتضلها positive حتى لو كانت الx negative بتروح الماينس مع الباور 2. فاذا x2 plus 1 دائما positive، يعني اكيد ما بتساوي 0، شيل positive ما بيكون بيساوي 0. اوكي؟ فإذا بهالحالة x2 plus 1 دائما أكبر من 0 ما بتساوي 0، يعني هلأ بستنتج إنه هاي الإكويشن هي defined for any value of x، كل الأرقام بيزبطوا، ما في رقم بيخلي الدينومينيتور 0. جربوا حطوا كل الأرقام محل الx negative أو positive كلهم بيخلوا هيدا الجواب يضلوا positive. أوكي؟ فإذا ما أو ما بيخلوه يكون 0 وطبعا positive.
ماشي، ما في رقم بحطه محل الاكس بخلي لي الدينومينيتور يصير زيرو. هون اذا نحن بدنا نيجي نشوف الدومين اوف ديفينيشن للاكس بلس 1 على 4. طيب الفور اللي هي الدينومينيتور هي طبعا ديفرنت زيرو، الاربعه اكيد منها زيرو، اوكي؟ هاي اجباري ديفرنت زيرو، فكمان نفس الحال اللي فوق هون بستنتج انه is defined for every value of x in R، يعني كل الفاليو للاكس في استخدمهم بقلب هاي الفراكشن. ليه؟ لانه الدينومينيتور هو عباره بس عن 4 ما في بقلبه x، فاذا ما في شيء حيخلي الدينومينيتور يكون زيرو. طيب هون كمان حنشرح بعد اكثر على قصه الدومين اوف ديفينيشن. اذا قلنا اف اكس ايكوال 2 على اكس ماينس 3، فاذا بده يكون الدينومينيتور ديفرنت 0، اكس ماينس 3 ديفرنت 0. هون بننقل الماينس 3 لبعد الايكوال، شو بتصير؟ بلس 3، فبتصير اكس ديفرنت 3. فاذا الدومين هون بهالحاله هو اكس ديفرنت 3. ثاني حاله x2 minus 4 different 0، denominator بده يكون different 0. لاحظوا هون، هون اشتغلتها مش مثل قبل شوي على طريقة الفراكشن، عفوا على طريقة الفاكتورايز. هون حاشتغلها انه رح انقل ال 4 ال minus 4 لتاني ميل، فبتصير x2 different 4، اوكي؟ فاذا لما بنقل ال minus 4 لتاني ميل بتصير x2 different 4. شو بعمل بهالحالة؟ بحط راديكال بالحالتين، بس حط راديكال بتروح الباور 2 مع الراديكال بيبقى اكس، وهون بيطلع عندي بلس ماينس 2. فاذا الاكس بدها تكون ديفرنت بلس 2 ديفرنت ماينس 2، لانه هلا اذا اجي بجي بحط محل الاكس 2 بتصير 4 ماينس 4 ايكوال 0، او اذا بجي بحط محل الاكس ماينس 2 فبتصير ماينس 2 باور 2 4 ماينس 4 ايكوال 0. طيب بالنسبة للحالة لآخر حالة كمان لحدد الدومين، هون بيكون السؤال determine the domain of a rational function. ماشي، هون الدينومينيتور اللي هو x2 plus 10 حاطه different 0، اوكي؟ طبعا هون يعني هي طريقة الماينس 10 والماينس 10، انا عم ناقص بالحالتين ماينس 10 لتروح البلس، لتروح ال 10 من هون، او كانه بمعنى تاني عم اقول انه انا عم بنقل البلس 10 لتاني ميل عم بتصير ماينس 10. طيب فاذا هون صار في عندي لما نقلت البلس 10 لتاني ميل صارت ماينس 10، اوكي؟ فاذا بصير عندي x2 equal ماينس 10، اوكي؟ طيب كيف بطير اني هلا الباور 2؟ بحط راديكال بالميلتين، حطينا راديكال هون وراديكال هون، وصلنا لهالحاله. اوكي، راحت الراديكال مع الباور 2 بقيت اكس ديفرنت راديكال ماينس 10. بتعرفوا انتم انه ممنوع يكون في تحت الراديكال نيجاتيف، تحت الراديكال ماينس، فاذا هاي ال ما في، فاذا بستنتج انه ما في فاليو بخلوا الدينومينيتور يكون زيرو. ما انتم لاحظوا هون هاي اكس باور 2 بوزيتيف وهي بلس 10 بوزيتيف، فاذا شيء بوزيتيف زائد شيء مع شيء بوزيتيف ما ممكن يعطوني زيرو، زائد مع زائد ما بيعطوا زيرو، اوكي؟ فاذا هون بقول انه الدومين all real number، مثل الحالات الاثنين اللي مرقوا معنا قبل شوي، انه هوني ما في فاليو للاكس بخلي الدينومينيتور يكون زيرو، شو ما بتحطوا محل الاكس ما ممكن يطلع الجواب صفر، اوكي؟ حطوا كل الارقام لانه هاي بوزيتيف وهاي بوزيتيف. وهيك نحن بنكون خلصنا فكره الدومين اوف ديفينيشن، هي فكره كثير رئيسيه، هي دائما بتكون اول سؤال بينطرح عليكم. فاذا باختصار الدومين اوف ديفينيشن هو نحن بنيجي بنشوف انه الدينومينيتور دائما لازم يكون ديفرنت زيرو، اوكي؟ والجواب اللي بيطلع معنا للاكس بيكون هو بشكل الدومين، ماشي؟ فإذا ممنوع الدينومينيتور يكون زيرو بأي شكل من الأشكال. ممكن يكون في عنا حالات إنه مثل هون مثلا الدينومينيتور ما بيكون بيساوي زيرو، فإذا بقول أنا بهالحالة إنه الدومين هو الـ all real number. هون كان الدومين x different 3، هون كان دومين x different plus و minus 2، وبآخر حالة كان ما في number بخلي الدينومينيتور يكون زيرو. يعطيكم ألف عافية.